لندن. هلا انت سالت اشياء انت سالها، في اشياء المعلمه عم تسالها، صحيح؟ سالتني على الارض بدك اي شيء، بتحبي تضيفي في شيء؟ لا انا خلص قلت كل اللي عندي للمدرسه. صار فيها نحكي على رواق؟ ايه خلص خلصنا. ايه عم نصورها على الكاميرا تبعيتي. اه اوكي. هاي شو اسمها مامي؟ شو بدك فيها؟ بدي اقول لها هاي طنط. طنط تنتحر؟ قولي لها طنط. ايه قولي لها هاي طنط بهنيكي بهالسبي بحرفي. قولي لها ايه؟ هاي طنط بهنيكي بهالسبي بجنن بيبو رعقي كثير مهضوم. كنت بدي اقول لك شو بتعملي بالاوقات فراغي؟ ايه ما فيها ركب مشروع سينيه؟ هسا اربع شي نهار؟ بلا شي نهار اذا انا ما عندي شي وانت خلصت دروسك بكير بنروح سيناء. بعد ما عندنا وقت ولا خلص وقت؟ لا مثل ما بدك، انا شوية وقت بعد. فيها طلع فيك شوي. اوكي. ما بين شبع يا ويلي. يمكن انت الانسان الوحيد بتركيني ساندويتش، عارفه؟ حياتي انا ليه؟ عم بنسى عم بكدش كل ثلاث دقايق بدل عدد الثواني. بقى بدل لي مش عم يطلع هول. شو هول؟ يا حياتي. لا لحظة انا تركت الصوت مشي. عن جد؟ ثانك يو بيبول. إذا شي مرة كنت كثير مش ناسى ما عم بقدر نام. تخبريني قصة تنام؟ إيه بتعد الخروف. كم بتعد شي مثلا 10,000 خروف تخفى. وبتبلش من الألف. يعني 1999 998 هيك. شو هالنوبة؟ كشف حسين. شو موضوع بدعك؟ شو حلم تحقق حبيبي. في اقعد بعد شوي؟ ايه حياتي خليك قاعد بعد شوي. ثانك يو. يا ويلي نيرك عم على هالشغله اللي عم تشتغلها. يا ريت انا. شو انت؟ ميرسي ميشيل. محله مش قلبي شعراتك مش معقول. عن جد ميرسي. يا بيوتيفول يا بيوتيفول يا بيوتيفول اتس ترو اي سو يور فيس ان ا كراودد بيبو. هيك بدك تقضيها اليوم؟ سلامتك. شو بك كل شوي تغمى عليك؟ مين هون؟ لا نسيت ما صار لي شيء. ما صار لي شيء. سلامتك بيبو حياتي. عم تقلديني؟ عم تقلدني؟ لا انت عم تقلديني. انت عم تعمل مثلي. انت ما بتعملي هيك، انت بتعملي اوه هدول انا بعملهم. احلى نهار بحياتي. انت كمان؟ ايه كثير مبسوطة، ما رح انساك بحياتي، انا كثير مهضوم. هلا انا في منهم. انت بتلتهي بشغلي والحفلات والدعايات والتصويرات، انا راسي وراسها الدفتر والكتاب، يمكن بفكر فيك كل الوقت. شفت الفرق؟ خلص مثل ما بقول مكتوب هيك. بدك تلتهي بدروسك وبمعلمتك وبمامي والبيت. اه ماشي. والعلامات كفي علمي هلا. ايه اكيد بدك تكفي علماتك بعد فترة تريد كبيرة. اذا عنا اذا نسيب في نسيب بنرجع بنشوف بعض. اكيد مهضوم هالقلم. هذا القلم اسمع تقبلي مني سوفينير؟ ياي ميرسي بيبو كثير حلو. أنا بدي أعطيك هيك. هيك تذكرني دايما ما بتنساني. ويلي العلم لبنان؟ علم لبنان إيه. هدية للجيش. أصلا أنت ولابسها هيك هدية منك وتحية للجيش هيدي بحد ذاتها. طيب هلا لازم فل لأنه البابا ظلوا شي 3 ساعات ناطرني تحت. بدك شي رح فل؟ لا ما بدي شي بيبو ميرسي. فيك تفل. في واحد بفكرك درس التغنيج. قد ما بتتغنج منيح بفكرك عامله بالجامعه تغنج. مو برايتك كنت نسيت. فدي خليها مع القلم. اه هي لا القلم. ثانك يو. شو
شو بيعملوا بالاخر؟ The good bye kiss. My people ما يغط عقلبك يا حياتي خلي مش حنقضيها هيك. باي باي.